السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقة جديدة من حلقات نحو من الصفر. بنتكلم في حلقة النهاردة عن الميزان الصرفي، إزاي بنوزن كلمات اللغة العربية، الميزان الصرفي في اللغة العربية. نحل الأول واجب الحلقة اللي فاتت، مصر منارة العالم، فهي ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، هي إيه؟ صاحبة، يبقى دي خبر، خبر مرفوع وعلامة رفع الضم. صاحبته أعظم مضاف إليه، أعظم حضارة مضاف إليه، امتلأت علما. الحضارة اسم نكرة بعد جملة، امتلأت علما، الجملة دي نعت، جملة في محل جر نعت. علما وأدبا، الواو حرف عطف، أدبا معطوف. وكم عدو، هنا عدو أبدأ أبص كده علشان أعرف كم استفهامية ولا خبرية. عدو دي منصوبة ولا مجرورة طالما مفرد؟ لو منصوبة كان حط لك الألف قال لك عدوا، لا يبقى دي مجرورة، يبقى كم نوعها؟ خبرية، يبقى عدو تمييز مجرور وعلامة جر الكسر. وكم عدو اسم نكرة بعد جملة، والجمل بعد النكرات صفات، يبقى دي جملة فعلية في محل جر نعت. أرادها بسوء عاد، عاد يجر، عاد ده فعل، فعل ماضي، الماضي بشكل آخره، فعل ماضي مبني على الفتح. يجر، عاد يجر، ده فعل مضارع، يجر أزيال الخزي. استخرج من القطعة السابقة فعل مجرد وبين نوعه. فعل مجرد يعني يكون ماضي ما فيهوش حروف زيادة، عندي عادة، يبقى عادة ده فعل ماضي، فعل مجرد، نوعه مجرد ثلاثي. وعندك برضو يجر، المضارع ده الماضي جراء، يبقى برضو مجرد ثلاثي. فعلا مزيدا وبين حروف الزيادة عندي في القطعة اهي، امتلأت، التاء تاء التأنيث دي ضمير ملناش دعوة بيها، أصلها ملأ، يبقى عندنا كم حرف زيادة؟ الألف والتاء التانية، يبقى عندنا حروف الزيادة اتنين، الألف والتاء. كم مبين نوعها واعرف تمييزها؟ كم عدو، نقول له كم عدو أرادها بسوء، نوعها خبرية، تمييزها تمييز مجرور وعلامة جر الكسر. نعت جملة، الجمل بعد النكرات، الحضارة امتلأت علم، العدو أرادها بسوء، يبقى أي واحدة منهم وأقول له جملة فعلية في محل جر نعت، لأن هنا حضارة مجرورة وتمييز كم عدو برضو مجرور. حدد نوع الفعل، هو مجرد ولا مزيد؟ ينهي الله عن الشر، ينهي اللي هو نهى، نهى الله، يبقى هنا الفعل نهى ده نوعه مجرد. إنما ينهي الرسام لوحته، ينهي الرسام الفعل بتاعها الماضي أنهى، يبقى فعل مزيد. يبقى احنا كده حلينا برضو الواجب. تعالوا بقى نتكلم عن الميزان الصرفي لكلمات اللغة العربية، عايزين نوزن الكلمة. اخر حاجة نعرفها عن الميزان، ميزان الخضار او الميزان اللي بنوزن بيه نفسنا او ميزان الذهب. انما ايه ميزان الكلمة؟ بوزن الكلمة بايه؟ عندنا اي كلمة في اللغة العربية بوزنها بايه؟ بفعلة. يعني ايه؟ اي فعل ماضي من ثلاث حروف بيكون على وزن فعلة، كتب على وزن فعلا، وبنسمي الكاف دفاع الكلمة لأنها قصاد الفاء، والتاء دي قصاد العين، يبقى التاء دي اسمها عين الكلمة، والباء قصاد اللام، يبقى الباء دي اسمها لام الكلمة. يعني أي فعل ماضي من ثلاث حروف بيكون على وزن فعلا، أي فعل ماضي من ثلاث حروف، أي فعل ثلاثي من ثلاث حروف بيكون على وزن فعلا. نطبق بقى عملي، لما أجي أقول لك يكتب على وزن إيه؟ هتقول لي أنا ما خدتش المضارع، أنا قلت الماضي بس، كتب سهل، يكتب الماضي كتب على وزن فعل. طيب يكتب فيها إيه زيادة عن كتب؟ فيها الياء، يبقى نزل الياء على فعل، يبقى يكتب على وزن يفعل، سهلة جدا. كلمة تانية، استخرج، هات لي الماضي المجرد، خدنا طبعا في الحلقة اللي فاتت المجرد والمزيد، استخرج الماضي المجرد، برافو، خرج، خرج ده فعل ماضي ثلاثي اهو، بقى ثلاثي، خرج على وزن، برافو، فعل. عندنا كم حرف زيادة على خرج؟ الألف والسين والتاء، انزل بيهم على فعل، يبقى استخرج على وزن استفعل. مثال تاني لحد ما تفهم برضو، لما أقول لك نم، نم مبكرا، نم دول حرفين، هات الماضي نام، نام على وزن فعل، في حروف زيادة في نم؟ زيادة ايه؟ ده في نقص، مش مشكلة، عندنا الألف ده مش موجود في الفعل، يبقى هنحذف اللي قصاده، يبقى نام على وزن فل، عادي مفيش مشكلة خالص. طيب لما اجي اقول لك قف، على وزن ايه؟ الماضي وقف، على وزن فعل، ايه اللي موجود او مش موجود؟ قف، وقف، عندنا الواو مش موجودة اصلا في الفعل اللي احنا بنوزنه، الواو بتقابل الفاء، يبقى قف على وزن علم. مثال تاني، صفة وزيها سمة وبتيجي كتير في الامتحان، صفة على وزن ايه؟
هتقولي دي مش فعل اصلا، مش مشكلة، هات منها فعل ماضي، صفة. الفعل الماضي وصف، وصف على وزن فعل. نشوف بقى ايه الزيادة وايه النقص. الصاد والفاء موجودين، دي مش موجودة ودي زيادة. خلاص اللي مش موجودة الواو قصاد الفاء نحذف الفاء، والتاء المربوطة نزودها هنا، يبقى صفة على وزن علة وزيها سمة. وسم فعل يبقى سمة برضه على وزن علة. مثال تاني، ناخد طريقة تانية وبرضه نوزن بيها الكلمة. استقم، الفعل بتاعها الفعل الماضي استقام، واستقام فيها حروف ايه زيادة؟ فيها الألف عن استقم، يبقى الحرف ده زيادة معانا، بس احنا كده جبنا الماضي استقام. شيل حروف الزيادة من استقام تبقى قام. قام بقت ثلاث حروف على وزن، قام على وزن فعل. انزل بالثلاث حروف الزيادة يبقى استقام على وزن استفعل. خلي بالك ان احنا كان معانا حرف زيادة اللي هو الالف عن استقم اللي احنا عايزين نوزنها. الالف ده بيقابل ايه في الوزن؟ العين. يبقى استقم على وزن استفعل، بس هنشيل العين، يبقى استقم على وزن استفل، ونكتبها استقم على وزن استفل. سهل جدا. يبقى احنا عرفنا ازاي بنوزن اي كلمة. طيب ده لو ثلاثي، لو رباعي نوزنها ازاي؟ لو كان رباعي زي زلزلة وسوسة طمأنة، ازاي اوزنها اصلا وانا مش هعرف اجيب منها فعل ثلاثي والثلاثي على وزن فعل؟ طيب الرباعي سهل، الرباعي على وزن فعلل، يعني زلزلة وسوسة طمأنة على وزن فعلل. طيب اوزن اطمأنة بسهولة جدا، نزل حروفها في الجدول، هات الماضي المجرد طمأنة. عندنا ايه حروف زيادة؟ الالف والشادة، خليهم دلوقتي. طمأنة احنا قلنا الرباعي على وزن ايه؟ طمأنة على وزن فعلل. انزل بالحروف الزيادة الالف والشادة، يبقى نقول اطمأنة على وزن افعلل. سهلة جدا. تدريب يلا، عايزين برضو نوزن هنا. الرجال يرجون، النساء يرجون. الرجال يدعون والنساء يدعون. ايه الفرق هنا في الميزان ما بين كلمة يرجون ويرجون؟ لازم تكون عارف برضو في الرجال يرجون ان يرجون دي الفعل يرجو وزودنا لها واو الجماعة، يبقى يرجون. يرجو على وزن يفعل وهنزود لها واو الجماعة، وخلي بالك ان الفعل يرجون فيه واو واحدة، اهن واو في الاتنين بقى بتاعت يرجو ولا واو الجماعة؟ دي واو الجماعة، واو الفعل محذوفة، هنحذف قصادها اللام، يبقى يرجو على وزن يفعل، والواو والنون يبقى يرجون على وزن يفعون. انما في النساء يرجون كانت يرجو ونون النسوة، يرجو على وزن يفعل ونون النسوة يبقى يفعل. خلي بالك ان مع المذكر واو الفعل بتتحذف، مع المؤنث مع النساء واو الفعل موجودة، يعني يرجون مع الرجال على وزن يفعون، مع النساء يفعل، يعني في وزن في ميزان الكلمة يرجون يفعون، النساء يرجون يفعون. يرجون ويدعون نفس الوزن، يعني الكلمتين في المثالين نفس الوزن. ونوع الواو الرجال يرجون، الواو دي نوعها واو الجماعة، إنما النساء يرجون الواو هنا دي واو الفعل، واو أصلية في الفعل يرجو، إنما واو الفعل مع الرجال محذوفة. ونوع النون في الفعل هنا مع الرجال، الرجال يرجون ده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون، فعل من الأفعال الخمسة تبقى علامة إعراب. وفي المثال الثاني مع النساء يرجون دون النسوة، والفعل المضارع لو اتصلت بنون النسوة بيكون مبني، يبقى النون هنا دي نون النسوة وهنا الفعل ده مبني. في الإعراب لسه قايلين مع الرجال يرجون ده فعل معرب، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون، فعل من الأفعال الخمسة. ومع النساء ده مبني، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. يبقى المثال ده استفدنا منه في أكتر من حاجة. تدريب أخير، لما أقول لك أوزن عي، عي إيه اللي أوزنها؟ ده حرف واحد عادي جدا. هات الفعل، لما أقول لك عي ما أقول، يعني افهم، الماضي وعى، يبقى عي الماضي منها وعى على وزن فعل. عندنا العين بس، العين أهي، عندنا الواو محذوفة قصاد الفاء، والألف اللينة محذوفة قصاد اللام، يبقى هنخلي حرف واحد عي قصاد العين، يبقى عي على وزن عي. سهلة جدا. تدريب بقى على حلقة النهاردة، يا بني قي نفسك مواطن الشبهات، اعرب ما تحته خط تكون ربك في الإحساس، استخرج من القطعة فعل معرب وفعل مبني، ظرف وبين نوعه وعلامة إعرابه، خبر لمبتدأ وبين نوعه، خبر لناسخ وبين نوعه، ووزن الكلمات الآتية اللي موجودة في القطعة، قي مشكورا وهبة. وفي الحلقة اللي جاية هنكمل حلقات نحو من الصفر وهنحل التدريب ده. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.